تكهنا لو فيرب الي او بريزون دو لانديكاتيف ياك. شنو هو الفيرب الي؟ شنو بعدا شنو التفسير ديالو الفيرب الي؟ شنو هي الي؟ الي ذهب. ذهب دابا الي كامل تتصرف في التشميم. تتصرفش لا تتصرف غير هو تيتقلب. هذا هو اللي خاصك تعرف فيه. التشميم كليش نقول جو الي. ما نقدرش نقولو جو الي تنقولو جوفي. وهادشي اللي غتشوفي هنا هانتي ان جورنالي ان جورناليست. شنو ان جورناليست؟ هو الصحافي. شنو الصحافي؟ هو اللي تي شنو هذاك اللي تيهز الوقت الزبوق تيهز شي حاجه باش تسجل في الراديو. هو تيهز البوق. يهز البوق اش يدير؟ تبقى تجيبو شي ناس شي يديرو شي عجب. لا انت الصحافي. شوف الصحافي بحال هذا. هذا دابا تيخرج عند الناس عنده هي تتسجل ياك الراديو. عنده هذيك تتسجل وعنده ميكرو هنا وتيبقى يسول الناس شنو الراي ديالك في هذه القضيه، شنو الراي ديالك في هذا الموضوع، وشنو شنو بالك في هذه المساله اللي وقعت وهذا الحادث اللي وقع ياك. او مثلا تيمشي لعين المكان مثلا وقعت شي حاجه تيبقى يسول الناس شنو وقع لكم وشنو كذا، وتيمشي يديه للاذاعه ولا يديه للجريده الصحافه ياك. كاين اذاعات كاين جرائد كاين دابا ولات حتى قنوات على الانترنيت فهمتي. ولا في الراديو. اي في الراديو هادو كلهم محطات يخدموا فيهم الصحافه ياك. بحال دابا هنا ان جورناليست سو تروف دون لا ري، يعني واحد الجورناليست موجود فين في الطريق. علاش نزل هو للطريق؟ قال لك ان جورناليست سو تروف دون لا ري، يعني واحد الجورناليست موجود في الطريق. سو تروف سو تروفي هي وجد ياك. جي تروفي كلكو شوز يعني ان لقيت شي حاجه. وجدت شيئا. اذا سو تروف هو موجود في الطريق. ان جورناليست سو تروف دون لا ري ايل بوز دي كيستيون. هو يطرح. بوزي يعني طرحها. دي كيستيون بوزي تنقولو عاوتاني على وضاعه. تيقول لك بوزي لو فيغ سور لا طابل، يعني ضع الكأس على الطاولة أو على المائدة ياك. إذن أنت إما أنك تطرح أو تضع، هي تنعبرو عليها باغ لو فيرب بوزي ياك. إل بوز دي كيستيون يعني يطرحو أسئلة. عند إس شيا يعني أسئلة. أو باسون على من تطرح هاد الأسئلة. أو باسون على المارة. باسي سي لو فيرب يعني باسي يديز فهمتي. اذا هو تيطرى على هاد لي كيستيون هاد الاسئله على اللي تيدوزو. باسي يعني مره ياك. شي يقولو في الاول الاول هو غيسولو اش غيقولو. اكسكوزي موا اسمح ليا. اكسكوزي موا مسيو اسمح ليا سيدي. فوزالي سوفون دون ان بارك دو جو، وهل تذهبوا في الغالب الى محطه الالعاب؟ بارك تنقولوها على البلاصه اللي تيكون فيها اللاعب الى اخره، منتزه فهمتي. اذا دون ان بارك دو جو واش تتمشي ديما لواحد المنتزه ديال اللاعب. و بارك تنطلقوا عاوتاني على الزريبه ديال الغنم. هذا المكان ياك بحال الحيط داير مسدود اما بالحديد اما بالخشب ياك، وتنسدوا على الغنم فيها تتسمى بارك ياك. هنايا اللي مهم عندنا هو المنتزه ديال الالعاب. قال لي واش تتمشي وسيدي غالبا لهاد المنتزه ديال اللعب. اش قال له؟ نو مي مون فيس إلي فا لوي، يعني انا لا لا ولكن الابن ديالي تيمشي ليا. اي فوتر فام هو مرتك والزوجه ديالك. قال له ما فام اي موا نو زالون سورتو او سينما، يعني حنا تمشيو بالخصوص الى السينما، يعني تمشيو غالبا يعني خاصة إلى السينما. قالوا ميرسي أو روفوار، يعني قال شكرا إلى اللقاء. يعني هذا تيحسن الناس اللي تيمشيو للمنتزه. عليكم تدير واحد الإحصاء على الناس اللي تيمشيو للمنتزه ويشوفوا واش كاين الناس بصح عندهم هاد العقلية وباغين وأنهم تيفكروا بزاف في هاد المنتزهات ديال اللعب فهمتي ولا؟
هذا هو الشكل ديالها، وتعرف واش شكون هما الناس، واش الرجاله، واش العيالات، واش الاولاد. دابا هاد الجورناليست يقدر يسول شحال من واحد، يقدر يسول 1000 واحد، يقدر يسول 2000 واحد، في الاخر اش غايقول؟ غايقول شحال من واحد تيمشي للسينما، شحال من واحد تيمشي للمنتزه، شحال من واحد، واش من العيالات، شحال من واحد من العيالات تيمشي للمنتزه، شحال من واحد من الرجاله تيمشي للمنتزه، شحال من واحد تيمشي من الدراري، فهمتي؟ وغادي يعرف هاد المنتزهات ديال اللاعب شكون اللي تيمشي لهم بزاف، واش تيمشي لهم العيالات، واش تيمشي لهم الرجاله، فهمتي ولا لا؟ وعلاش الناس ملي غايقولوا لي ما تمشيوش غايقول لهم علاش؟ غايقول لهم مثلا ما تلقاوش في داكشي اللي بغينا، او انه غير تضيع لينا الوقت، او 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 بزاف ديال الحوايج، فهمتي؟ اذا او ما تم تقول له داكشي خاص تعب الدراري الصغار، اذا غايكتب هادشي وغياخذ غياخذ واحد الدراسه. هذه هي كيفاش تتوقع الدراسه في على الميدان، فهمتي؟ كيفاش الناس تيخر، كيفاش الصحافه تيستنتجوا الافكار من عند الناس، فهمتي ولا لا؟ يعني خاصو يسولهم ويشوف الراي ديالهم، ميمكنش يقول هو الراسو، فهمتي؟ تيهمنا في هادشي كلو من بعد هاد الصحافي، بغينا نشوفو جودي، غنقول جودي، يعني أقول كال فيرب، أي فعل إي طومبلوي استعمل بليزيور فوا عدة مرات دون سو ديالوغ في هذا الحوار، فهمتي؟ إذا شنو هو الفعل اللي تستعمل بزاف د المرات في هاد الحوار؟ سي لو فيرب باين، سي لو فيرب سي لو افوار، هاو هو فيرب افوار هذا، الون فيرب افوار، ايت هذا تيشوف مزيان، قري قري الفيرب، قري الون، هادينا اش من فيرب هذا؟ سي لو فيرب، سي لو فيرب الي، راه لو فيرب الي، ها هو عليه تنهضرو، اما العنوان تعقيبي و تيما هاد الحساب تيما راه داش البال، ها ملي هضرنا على لو فيرب الي من الاول خاصك ديري بالك ان راه غيكون عندنا لو فيرب الي هنا، علاش؟ لان هو دايرينو في العنوان، ياك؟ اذا جودي غنقول كال فيرب، اي فعل ايطومبلوي يستعمل عدة مرات بليزيور فوا دون سو ديالوغ في هذا الحوار، اذا هاد الفيرب هو سي لو فيرب الي، ياك؟ عندنا جو تخوف اكيل طون اي اكيل بيرسون الي كونجيغي، اذا غنلقاو اش من وقت، اش من زمان، واش من بيرسون، اش من ضمير استعمل يعني تصرف، يعني هو تصرف اول حاجه اش من زمان هنا، واش في الفيتير، في الباسي كومبوزي، ولا فاش؟ دابا هنا فوزالي الي فا نوزالون، اذا فاش متصرف هذا؟ ها الي الي فاش مصرفين هنا؟ ها يلا انا نعرف واش ذكيه ولا لا، يعني عندنا لو فيرب الي اش من زمان مصرف، شنو تنقصدو بالزمان؟ شنو تنقصدو به الزمان؟ ها شنو تنقصدو بالزمان؟ الزمان يعني واش الحاضر، المضارع، ولا الا قلت انا انا اكل، بحال دابا شي واحد عيط ليا، سمعيني مزيان وعقلي عليهم، شي واحد عيط ليا في التليفون قال لي اش تتعمل، تنقولوا انا راه تناكل، واش انا تناكل؟ واش انا كليت كملت ولا باقي تناكل؟ انا يلا تناكل، يعني راه باقي تناكل، هذاك تيتسمى الحاضر، يعني راه الحاضر، هضرت على راسي في الحاضر، اشنو تندير في ديك الوقيته، في ديك الوقيته اللي انا حاضر فيها، واش فهمت ولا لا؟ بحال دابا شي واحد قال لي عيط لي في التليفون قال لي اش تدير، اش تتعمل، راه تنتسنى فيك، شنو باقي تدير؟ غنقول له انا راه يلا كليت، واش انا باقي تناكل ولا كليت كملت؟ كملت، كملت، اذا راه ولا من الماضي، راه تكلمت له على الماضي، اذا هذه فعل اكل، شوفيني في الاول صرفتها في الحاضر وانا صرفتها في الماضي، دابا تصوري دابا عيط لي عاوتاني في التليفون واحد قال لي شنو تدير، غنقول له راه يلا غناكل، واش انا كليت كملت ولا ولا انا تناكل ولا باقي ما كليت؟ باقي ما كليت، ها اذا تيتسمى المستقبل، واش فهمت ولا لا؟ تيتسمى بالفرنسيه لو فيتور، اذا هذا عدة طرق، شوفي دابا انا الطريقه باش صرفت لك انا بالدارجه فعل اكل، فهمتي انت؟ فهمتيني واش كليت ولا تناكل ولا باقي ما كليت؟
وراك يا ديري كيف فرنسيه فهمت ولا فرنسيه عندنا لو فيرب الي خاصنا نعرفوه فاش مصرف هنا واش صرفوه في شي حاجه اللي في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل واش فهمتي لو طون شنو ولا لا شنو هو لو طون قصدو بلو طون هو الزمن عيدنا شنو هو الزمن الزمن هو اللي في الحاضر حاضر ولا الماضي ولا المستقبل يعني تنقصدوا به واش هو الحاضر ولا هو الماضي ولا المستقبل الحمد لله بعدنا لو فيرب الي فاش مصرف في المستقبل ولا في الماضي ولا في الحاضر ولا فاش فين ايوا شوفي انت دابا فين هو لو فيرب الي وريني لك دابا وريني لك في التكست اذا فاش مصرف هذيك نوزالو في الحاضر في الحاضر وهذه إليفا في الماضي وفين هي بانت لك ا قدامها ال ا فا مثلا لا إليا ايوا هذه ايرا ليها تمشي ليها هذه يعني ولدي تمشي ليها هذيك ليها هي دايره يديروا لها هذه ما عندها علاقه ب فهمتي يكون بغي يقول تمشي السينما ما غيديرش هاد ايكريك فهمتي غيقول الفا او سينما فهمتي ولا يقول الفا او بارك دو جو فهمتي الفا او بارك دو جو هاو يحيد ايكريك فهمتي ولا اذا هو باش يحيد ديك او بارك دو جو دار هاد ايكريك اذا شنو هي الفا الفا شنو هي شنو هي في الفيتير في الباسي كومبوزي ولا في البريزون في البريزون وهذه فوزالي فاش مصرفه فوزالي فوزالي مستقبل اه المستقبل هذه هذه هي في البريزون ها انت باش تعرفي قلت لك كنتي ذكيه غتشوفها في العنوان تعرفي اذا الي او بريزون اذا هادشي اللي كاين هنا راه في البريزون في الاول قلت لك اش من الفيرب هذا اللي تستعمل بزاف كنتي تشوفها في العنوان ثانيا من قلت لك لو طون اللي غتستعمل بزاف اللي كاين هنا اللي تستعمل فيه لو فيرب الي كاين لك تشوفها في العنوان ولا بلا هاد العنوان هادو خاصك تعقلي عليهم دابا دابا ما بقاش هذيك القضيه بالعنوان فهمتي دابا خاصك تعقلي على هادو اذا شنو لو فيرب الي مصرف في بريزون اذا قال لك هنا جو تروف اوكيل طون احنا اكيل طون احنا جاوبنا عليها دابا خاصنا نشوفو اكيل بيرسون اشنو هما الضمائر اللي تستعمل مع بيرسون هو الشخص اذا اش من شخص تستعمل معاه يعني اش من ضمائر فهمتي اذا شنو الضمائر اللي تستعمل معاهم هنا اللي تستعمل معاهم لو فيرب الي عرفتي شنو معنى ديال الضمائر ولا لا الضمائر شنو هما الضمائر اللي تنقصدو هنا لي بيرسون شنو هما هي جو تو ايل نو فو ايل فهمتي هادو كلهم هادو كلهم ضمائر اذا هنا اش من ضمائر تستعمل مع لو فيرب الي ها وحده ها الزوجة الثالثة هذه فاش مع من مصرفة مع جو مع من فو فوق وهذا مع من مصرف مع ايل ولا فوق ايل ايل هذا مع من مصرف مع جو نو نو اذا هو مصرف مع هاد لي بيرسون ديال هما هادو اذا مصرف مع فو وايل ونو فهمتي شنو اللي بقى خاصنا بقات خاصنا جو شنو اخر وتي شنو اخر ها ايل ايل اش من ايل هذه الاخرى اين هي اللي فيها اللي فيها اي وجوج الات جوج الال هذاك ال بحال هذه النيت واش من ايل راه بحال هذه اعتبرها بحالها حيت عندهم نفس الصرف ها واش من ايل كاين شي ايل اخرى ولا كاينه واحد الايل كاينه اي في الاول وجوج ايل هي هذيك خليها احنا ذكرناها زيد شنو اخر ما بقاتش ايل يبقى ايل باس كاينه هنا ايل افيك اس في الغائب ديال الجمع فهمتي عندنا ج وعندنا تي وعندنا ايل هذه راه معاها ال وعندنا نو ياك وعندنا فو
وعندنا إيل أفيك أس، وعندنا إل أفيك أس. هذا راه تعطوا الفعل تقريبا بحال بحال ياك. إذا اش نقولوا؟ تنقولوا جو تي جو في جو في ها تي فا تي فا إيل فا إيل فا نو Nous allons. لو فيرب الي اجاب ولدي شوفي الفرق جو في تي فا ايل فا نو زالون فو زالي ايل ال فون هذا في البريزون فهمتي هذا راه في البريزون دابا هذا لو بريزون ولكن لو باسي كومبوزي راه ساهل اش تنقولوا جو سوي الي تي الي ايل الي نو سوم الي فوزيت الي ايل سون الي يعني استعملنا هنا لوكسيليار اتر لانني انا مشيت انت مشيت هو مشى او هي مشات نحن ذهبنا يعني احنا اللي مشينا فوزيت الي يعني انتم اللي مشيتوا يعني بانفسكم اذا هنا غنستعملوا الفيرب لوكسيليار غنستعملوا لوكسيليار اتر علاش لاننا احنا اللي مشينا ماشي دينا شي حاجه اخرى اذا هذاك الفعل ديال ذهب هو طبق على شخص اللي قام به بينما في البريزو تنقولوا جو في في الباسي تنقولوا جو سوي الي في البريزون تنقولوا جو في في الباسي تنقولوا تي الي في البريزون تنقولوا تي فا في الباسي تنقولوا الي الي في البريزون تنقولوا ايل فا في الباسي تنقولوا نو سوم الي في البريزو تنقولوا نو زالون في الباسي تنقولوا فوزيت الي في البريزو تنقولوا فوزالي في الباسي تنقولوا إل سون ألي ولا إل أفيك إس سون ألي أو في البريزون تنقولوا إل فون ولا إل أفيك إس فون تتعني بأن تقولي جوفي يعني أنا غادي أنا مازال غادي يعني في الحاضر في البريزون هذي فهمتي ولا هذي راه في البريزون بعدا تقولي تي فا إل فا نو زالون فوزالي إيل إيل فان هادي راه إلا قلتي هاد الطريقة بحال كلشي شي واحد اللي تيعرف فرنسية غيفهمك بأنك راه نتي غادي هاديك الساعة فهمتي ولا لا شوفي هنا واش غتعقلي على هادشي ولا لا جو مي لي فراز على لا بيرسون دي بلوريال كي كونفيان كاينة جو في أو كليب دو بيتانك ياك دو بيتانك يعني غنمشي لكليب دو بيتانك ياك اذا بغينا نرجعوها في البلوريال كاينه جو بغينا نديروها في هذه دابا في المفرد بغينا نديروها في الجمع شنو غنقولوا غنقولوا جو يعني انت تهضري على راسك بوحدك جو يعني في المفرد بغينا نديروها في الجمع شنو نقولوا غنقولوا جو شنو نقولوا في المفرد لا في الجمع ها المفرد راه عاطين لكم غنقولوا نو نو اذا اش غنكملوا غنقولوا نو في شنو نقول نو 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 زالون نو زالون خاصك تعقلي عليها جو في هذه راه عليك انت بوحدك يعني انا ذاهب ياك ولكن ملي تنقولوا نحن ذاهبون ما غنقولوش نو فيون ولا شي حاجه غنقولوا نو زالون ندير لا اذا هنا غنديروا نو زالون او كليب دو بيتانيك ياك دو بيتانك تي فا اليكول سو ماتا انت غتمشي للمدرسه هذا الصباح ياك انت انت تذهب الى المدرسه هذا الصباح ياك تي فا اليكول سو ماتا يعني واش انت غادي للمدرسه هذا الصباح سؤال ياك تي فا اليكول سو ماتا مش غتجاوبي عليه بوي ولا نو لا غادي تقولي غتعاودي السؤال ولكن غتستعمليه في الجمع دابا هذا مستعمل في المفرد
تكلمتي على تي يعني انت ولا انت، تي فاق يعني انت ولا انت، اذا راه مفرد ماشي بزاف الناس قدامك. اذا بغيت تهضر على بزاف ديال الناس اش تقول؟ إيه بغيت نهضر على بزاف الناس. ايه دابا واحد قدامك نقول نولا فو، ولا نورا تهضر على تداخله معاهم تقول فو فوق، لان فو هما اللي مجموعين قدامك الناس. انتم كما خاطبتي واحد قدامك بوحدو غتخاطبي واحد المجموعه ديال الناس قدامك، ملي غتخاطبي هذوك المجموعه ديال الناس قدامك يعني فوق، غتقول لهم انتم ولا انتن، فهمتي ولا لا؟ اذا غتستعملي فوق، فهمتي ولا لا؟ اذا هذا هو الجمع. اش غتقولي؟ اش غتقولي دابا؟ فوق فوفا؟ لا فو الي. شنو هي؟ فوزالي. فوزالي تديري لا ليزون ديال اس مع ا، فوزالي الي كول سو ماتا، ياك؟ يعني بطبيعه الحال ما تنسيش راه سؤال، يعني فوزالي الي كول سو ماتا، واش نتوما غاديين للمدرسه الصباح؟ ايه. ها انت دابا كنتي سولتي واحد ولا وحده، دابا سولتي مجموعه ديال الناس، فوزالي الي كول سو ماتا؟ واش نتوما غاديين للمدرسه الصباح؟ ياك؟ هل انتم ذاهبون الى المدرسه هذا الصباح؟ اذا ايل نو فا با بيان، شنو ايل نو فا با بيان؟ يعني هو ما غاديش مزيان، يعني صحته ماشي هي هذيك. ايل نو فا با بيان، ما غاديش مزيان. اذا شنو غنديروا لهنا؟ نقدروا نستعملوا على شي واحد مثلا حتى الخدمه ديالو ماشي هي هذيك، فهمتي؟ هذه تقول بان هذاك الطفل الخدمه ديالو ما تيقراش مزيان، انو فا با بيان، ممكن فهمتي؟ يعني ما غاديش مزيان، انو فا با بيان. اذا انو فا با بيان، المهم تهضر على شخص، يعني هو ياك بين حيت ايل هذه، ايا اللي راه كاينه هذه هي، اذا هو ما غاديش مزيان. اذا بغيت تهضر على بزاف الناس اش تقول؟ شنو غدير؟ الا بغيت نهضر على بزاف ناه اش تقول انتم ولا تقول نحن؟ نقول انتم. انتم وهذا ايل ملي تنقولوا هو، واش هو حاضر قدامك ولا غايب؟ غايب. غايب ايوا، خصك تهضر على الغايبين، يعني بزاف الناس غايبين، اش تقولي؟ هم. هم اذا هم اش غنديروا بالفرنسيه؟ فو ولا نو؟ شنو نستعمل؟ نو 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 راه حنا هذا ولينا غايبين. فو هي انتم. ايوا انتم غايبين هذوك؟ لا، الا كانوا قدامك تهضري معاهم واش غايبين؟ اذا اش غتقولي؟ اش باقي لك؟ ها هما الضمائر. ها جاتي ايل فون فو ايل، شنو هما فين هما الضمائر؟ شنو اللي غتستعملين؟ شنو اللي غائب وفيه بزاف؟ حيت هضرنا على ايل غائب ولكن على واحد، حنا بغيناه يكون غائب ولكن في الجميع يعني بزاف. ايل فين هي؟ غتستعملي هذه افيك اس، يعني غير هذه غتزيد على اس باش تولي بزاف، يعني ايل وشنو غتولي موراها؟ ايل ايل إلا تولى عمر عا، ولكن إيل إيل نو فا با بيان، يعني هو ما غاديش مزيان. اش غنقولوا؟ إيل يعني هم ما غاديش مزيان، هم ما غاديش بزاف مزيان. اش خاصنا نقولوا؟ هما راهم راه ما غاديش مزيان، هم راه ما غادي ما غاديينش ما غاديينش مزيان، هي غتتبدلها. إذا اش غنقولوا بالفرنسية؟ إيه نو فا با، نديرو لها فا؟ لا، نديرو لها هاد فا ديال هاد اللول، هادي إل. شنو نديرو لها فا ديال، نديرو لها فا ديال إل هذا، هادي فا ديال هذا. إذا شنو غنديرو لها؟ إل. إل إل أفيك إس. لا، نديرو لها إل نوفون با بيان. هي هادي إل نوفون با بيان، يعني هاد إل اللي عندها إس هي هادي ها ديالها. إل نوفون با يعني هذه إل تتمشي مع هذه. نفس الشيء بالنسبة لآل أفيك إس. إذا هنا شنو غنعملو؟ هذه آل آل شنو غنديرو؟ هذه آل واش مفرد ولا جمع؟ آل. وقيلة جمع ياك؟ مفرد. مفرد. إذا شنو غنديرو ليها؟ إس.
اس غتولي ال اش غندير ال فا او كور تتمشي للدروس د الفابيتيزاسيون ديال المحاربة الأمية تتمشي للدروس ديال المحاربة الأمية إذا شنو غنقولو ليها هي تتمشي للجمع ديالها هي وكا لا شنو هنا ال ها ال فون ها ال فون يعني غنستعملو هاد فون حيت هادي هي تتمشي مع هاد الجوج ها ال فون او كور دالفابيتيزاسيون يعني تمشيو للدروس ديال المحاربة الأمية عقلي على عقلي على الفابيتيزاسيون لي زالفابي جايه من الفابي يعني ديال الحروف الفابيتيزاسيون هي تتعلم الحروف يعني انك تتحارب الاميه اللي غتعلم الحروف راه غتعلم تحارب الاميه ياك هنا عندنا تي شوف نجابوها والصحيح هذه بعدا تي فا اتخابي فخوا يعني راه غادي يجيك البرد صحيح صحيح وهذه اون اون لا واحد القضية هذه إيل ياك وآل زيدي عليها أون كلهم عندهم هذه هذه أون راه بحال غتستعملي إيل ولا آل فهمتي أون فين غنديوها غنديوها لتحتي أون فا يعني بحال إيل فا شي لو ميدس يعني غنمشيو لعند طبيب ياك وعندنا نو nous allons à la mosquée غنمشيو للجامع ياك vous allez à la mosquée vous allez à la à l'anniversaire de khawla يعني غنمشيو شنو anniversaire نمشيو لعيد ميلاد ديال خولة عيد ميلاد ديال خولة قالك هنا غنجاوب على الكيستيون ياك جو ريبون او كيستيون يعني اجيب انا اجيب على الاسئله ياك تيفا افيك مو واش تمشي معايا ليها واش تمشي معايا ليها تيفا واش تمشي ليها افيك مو يعني معايا اش غتقول وي جي في ياك شنقول جي وي شنو نقول جو وي نقول جو في اذا غتزيدي لها غير ايكغيك هنا جي هو تتحيدي هذه تديري ابوستروف فهمتي تتحيدي غير هاد علاش حيت كاينه او مع ايكغيك ما تيتلاقاوش حيت دو فويير ديما تنحيدو هاد الاولى تنديرو ابوستروف تتولي عندنا جي في تتقولي وي ياك وي جي في افيك توا افيك توا يعني هو قالك افيك مو يعني معايا فتقولو اي نمشي ليها معاك avec toi ياك vous allez où يعني انت فين غادي اش غتقول مشي انت قالك انتم فين غاديين vous allez où انتم فين غاديين اين ذاهبون اين انتم ذاهبون اذا اش غتقول نحن ذاهبون مثلا الى المدرسه اش غتقول nous allons à l'école ياك هنا vont-ils les rencontrer هل سيلتقوننهم هل سيلتقون بهم هل سيلتقون بهم vont-ils les rencontrer شادير non لا شادير لن يلتقوا بهم شادقول ne vont-ils pas les rencontrer بسهولة ياك غتخليها ينيت non ne vont-ils pas les rencontrer